إلى ولاية جيجي الآن، حيث تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية من توقيف شابين يقومان بترويج نعم المؤثرات العقلية عبر إقليم الولاية، حيث تم حجز كمية معتبرة قدرت ب 1886 قرص من مختلف الأنواع، إلى جانب حجز المركبة النفعية التي كانت تستعمل في عمليات النقل والترويج. وبعد استيفاء كل الإجراءات في حقهما، تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة. في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على الصحة العامة، وبناء على معلومات وردت إلى عناصر بفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية جيجة، مفادها نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص في مجال المتاجرة في الأقراص المهلوسة بطريقة غير مشروعة عبر إقليم الاختصاص، وذلك باستغلال ظرف الليل. تحرياتنا المكثفة أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، وهو مسبوق قضائيا في هذا النوع من الإجرام. بعد نصب كمين محكم في حدود الساعة 9:30 ليلا، تمكنت عناصر من توقيفه رفقة شريكه على متن مركبة كانت تستعمل في عملية النقل، وحجز 1886 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع. بعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق، تم تقديم الأطراف أمام النيابة الجمهورية المختصة. تمكنت مصالحة من ولاية الطيف من تفكيك شبكة وطنية تتكون من 8 أفراد تحترف النصب والاحتيال، استهدفت أحد المواطنين، تم سلبه مبلغ مالي جد معتبر نهز الملياري سنتيم، مع توقيف كل أفراد العصابة واسترجاع كامل المبلغ المالي، وكذا حجز 3 مركبات ومعدات إلكترونية كانت تستعمل في عمليات النصب والاحتيال، بالإضافة إلى كمية من المخدرات الصلبة والكوكايين. تبع لشكوى مقيدة من طرف مواطن بأمن دائرة صالح بيئة من ولاية الطيف، مفادها تعرضه لعملية نصب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من طرف شخص بهوية وهمية، سلبه مبلغ يناهز 2 مليار سنتيم. على الفور وبالتنسيق الدائم مع النيابة المحلية، تم تعريف السيارة والمشتبه فيه الذي تعرفت الضحية على صوره والمقيم بأقصى غرب الوطن، إن تم استدراجه إلى إقليم الاختصاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يتم إلقاء القبض على 4 أشخاص من معاونيه، وعلى إثرها تم تمديد الاختصاص إلى إحدى ولايات الغرب بإذن النيابة، إن تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي و3 أشخاص من معاونيه لهم صلة مباشرة بالقضية. تم استرجاع مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية والعملة الصعبة، استرجاع 3 سيارات وجهاز كمبيوتر محمول كان يستعمل في عملية النصب، كمية من مسحوق أبيض اتضح أنه عبارة عن كوكايين بعد الخبرة. العدد الإجمالي لعناصر الشبكة الوطنية المفككة 8 أشخاص، تم تقديمهم أمام النيابة المحلية.